هي قبل أن تكون صحيح قضية شخصية. النبي صلى الله عليه الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ولا تنسوا الفضل بينكم. هذا ذكرها بعد النشوذ وبعد الشقاق بين الزوجين. صحيح. عقبها الله سبحانه وتعالى بعدم نسيان الفضل. ما حصل بين الزوجين من تقارب النفوس وتقارب الأجساد والبوح بالأسرار الخاصة، هذه لا تستطيع المرأة أن تبوحها لوالدها ولا لأخيها ولا لأقرب الناس لها، والرجل أيضا لا يبوحها لأحد من أقاربه إلا لزوجته. هل معنى هذا أن ننقض هذا الميثاق الغليظ في حالة غضب أو ما يتعلق بمحاولة الانتقام من الطرف الآخر؟ وهذه من الصفات التي نفتقدها في الطلاق الناجح، وهو أن الزوجة، خلني أبدأ بالزوج لأن أخواتنا دائما يقولون تتحملون علينا، أحيانا الزوج إذا أراد أن يطلق لا يطلق إلا بعد عسر، فهو يكره الزوجة ولا ينفق عليها ولا يقوم على رعايتها، ولكن يضغط عليها لتطلب الطلاق لتعوضه هذا المهر. وأنا أذكر يمكن قبل أيام قليلة كانت امرأة تكلمني من المنطقة الغربية وتقول الزوج لم يتم الزواج ودخل بي وجلس فترة من الزمن معي، فهو لم يرغب إتمام الحياة الزوجية. فقلنا إذا كنت ما ترغب فلعلك أن تطلق وانتهى الأمر، فبدأ يمارس الضغوط من أجل رد المهر وينقلها من محكمة إلى محكمة. هذا قد نسي الفضل بين الزوجين. والله سبحانه وتعالى حينما ذكر هذه الآية ليبين أن هذا نوع من الظلم قد يجد عواقبه للإنسان في الدنيا قبل الآخرة.